طبعا هدف الفعالية هو تعريف الاختصاصات الجامعية والأقسام الدقيقة الموجودة في جامعة دمشق لطلاب المنتهيين بالثانوية ومتقدم يتقدموا للمفاضلة الجامعية بعام 2024-2025. تكمن أهمية المفاضلة أنه نحن في عنا هون طلاب من طلاب دراسات العليا والسادة عمداء الكليات لحتى يشرحوا عن الكلية اللي الطالب حابب يستفسر منها، مجالات العمل بعد التخرج، مجالات الدراسات العليا، بالإضافة إلى جميع المعلومات اللي تتعلق بالكلية. راح يتخلل ايضا هاي الايام الخمسه اللي احنا بدانا اليوم 8/9 فعاليه عنق اختصاصك لحتى 12/9 يوم الخميس في عدد من اللقاءات مع الساده عمداء الكليات على مدار هذول الخمس ايام. راح يكون فيها ايضا لقاء تفاعلي، حيكون موجود عميد الكليه ورؤساء الاقسام مع الطلاب، حيصير اسئله مباشره اكثر، شرح عام اكثر عن الكليه. نحن بالركن الخاص بكليه الاعلام بفعاليه عينك على اختصاصك بنحاول قدر الامكان نفهم الطالب شو هو الشيء اللي ممكن يدرسه خلال دراسته بالكليه، شو هو الشيء اللي ممكن يصير فيه بعدين. يعني مثلا اقسام كليه الاعلام هن الاقسام الاربعه، نحن بنعرف الطلاب كل قسم شو هو، كل قسم انه لوين ممكن يوديه، شو ممكن يخليه يصير فيما بعد. بنحاول نوضح كل هدول الاشياء للطلاب لنحاول نرغبهم بالموضوع، لانه المجال الاعلامي هو المجال الاكثر يعني اكثر شيء جاذبيه بهالايام. أنا بشرى الشلبي، طالبة سنة خامسة سنة تخرج هلا بكلية طب الأسنان جامعة دمشق، ومن حبنا لهذا الفرع وهيك حبينا نحن نقدم صورة حلوة عن جامعتنا وعن اختصاصنا فيه. فاليوم جبنا نماذج مثلا طباعة ثلاثية الأبعاد للفك، جبنا أدوات القلع الأسنان، أدوات نحن بنستخدمها، حشوات الأسنان، وجبنا كمان شاشة حكينا فيها عن الاختصاصات، وكان متصدر عنا اليوم قسم الجراحة، عمليات جراحية، عمليات قلع جراحي وهيك شغلات. حكينا لهم عن سنوات الدراسة، إنه إمتى نحن بنبلش المرحلة السريرية، إمتى نحن اشتغلنا مخبري، شو المواد اللي نحن اشتغلناها وهيك. وكمان حكينا عن موضوع الاختصاصات، إنه بعد خمس سنين نحن عنا ماستر إذا حب الطالب يكمل. عاملين هالفعالية لنجاوب على استفسارات وأسئلة الطلاب، سواء كانوا طلاب بكالوريا أو طلاب خلصين سنة تحضيرية بدهم يتقدموا لمفاضلة الفرز. أغلب الأسئلة اللي عم تيجي من طلاب البكالوريا سنوات الدراسة بيكونوا ما بيعرفوا أي شيء عن الفرق، فبنبلش من سنوات دراسة الفرق، السنوات العملية اللي تعتبر المخابر، والسنوات السريرية اللي بتبلش من السنة الرابعة خامسة سادسة. وعن الفروقات بين دراسة الطب بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، فبالجامعات الحكومية بتبلش السنة الأولى بالسنة التحضيرية، وحسب معدل السنة التحضيرية بنفرز إذا كان طب بشري أو أسنان أو سواء صيدلة.